ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. خلينا نشوف العجينة شلونها. تسمعون القرمشة مع العجينة الجوانب. لعمل صلصة البيتزا مكونات بسيطة جدا جدا: ورق فريش، ريحان. ريحان عندنا الإيطالي هذا شكله، انتو عندكم ريحان يختلف بالدول العربية. وعندك الطماطة خالية من القشر، هنا معلبات، إذا ما عندك المعلبات تقدر تشتريها تفورها شوية تنزع القشرة مالتها. وعندكم الزعتر اللي هو الأوريغانو، هذا الزعتر الجاف، وملح فقط. خلونا نشوف طريقة العمل. ضفت القليل من زيت الزيتون، وراح نفتح العلبة، علبة الطماطة المقشورة. النار تكون هادئة. رشة الأوريغانو، الزعتر حسب الطلب، يعني حسب رغبة. أكو ناس تحب طعم قوي للزعتر بالصلصة، وأكو لا، فحسب رغبة. أما عندك ريحان تخلوه على وضعه هذا الشكل، أيضا حسب رغبة. اللي يحب طعمه زايد يخلي زايد، اللي يحب طعم قليل يخلي قليل. رشة الملح، عندي شوية زيتون قطعته وراح أضيفه للخلطة. أنا أحب الزيتون، فإذا تحبون الزيتون تقدرون تخلوه بالصلصة داخل الصلصة. للعلم إنه هاي الصلصة تقدرون تحفظوها بالثلاجة بعلبة حافظة، تحفظوها بالثلاجة أي وقت تريدون تسوون بيتزا تستخدموها مرة ثانية. يعني تقدر تسوي كمية تخلوها بالحافظة بالثلاجة بعد ما تبرد، طبعا تخلوها بالثلاجة وتحفظوها تبقى عندكم فترة طويلة. بس أهم شيء الحافظة يكون ما بيها بكتيريا حتى لا بعدين تفسد عندكم. حافظة نظيفة زجاجية تغسلها بمي حار ويلا تستعملها، تبقى عندكم فترة طويلة إن شاء الله. هسه رجعنا لكم بعد 48 ساعة. شوف تخميرة شلون صار شكلها. هذا تخميرة اللي سويناها قبل يومين، صارت بهذا الشكل. بس احنا نخلي الملح هنا، راح نخليها تخميرة هاي، راح نضيف المي. من هسه اول شي لازم المي بارد مثل ما قلنا. اول شي هسه نفتت الخمرة هذه اللي سويناها احنا. راح نفتتها ونرجع لكم.
هسه نكمل العجين هنا. نستمر بالعجين. هسه نعوفها هاي تختمر. هسه العجينة جاهزة راح نشتغلها مرتاحة. شوف العجينة كلش مطاطية. اسحبها من الحواف حتى لا يصير عندي حافة خشنة كلش. دائما خلوا طحين جواكم نوعية خشنة او سميد الحالتين. عندنا مطاطية تفتح. هاي الفائدة من تخمير العجينة يومين، تكبر بالإيد براحتي. هسه نخلي الصوص، الصلصة اللي احنا سويناها صلصة منزلية 100%. الجبن عندي نوعيتين، هاي النوعية الموزاريلا وللنكهة راح اضيف تشيدر. انا احب النكهة مال تشيدر، انتو لا تحبوها ضيفوا، اذا ما تحبوها ضيفوا بس الموزاريلا وانتهى الموضوع. اي شي تي تخلون تقدرون صوصاج اي شي تخلون عادي، ماكو اي مشكلة. الطعم اختياري، بس احنا الغرض انه هاي طريقتها. هسه راح ندخلها بالفرن. هاي بعد ما طلعت من الفرن خلينا نشوف العجينة شلونها. تسمعون القرمشة مع العجينة بالجوانب. وبالعافية أنا رايح أفطر. باي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.